اتطلب مني 3 شنط لثلاث اخوات بنات، يلا بينا نعملهم الشنط دي على هيئة قصة. نحضر الشنطة الأولى ونبتدي بقى نجهز التصميم، وجهزناه ورسمناه على الشنطة. نبتدي بقى نحضر الألوان بتاعة الجسم، وابتدينا نلون البطوطة دي، وكده خلصناه. نحط بقى الخطوط بتاعة الوش عشان يظهر، وبكده بقى خلصنا تفاصيل الوش، وهنبتدي بقى نعمل الأرضية. مستعدين تشوف الشنطة؟ وبكده خلصنا الشنطة بتاعت كارما، وهتعرفوا بقى ليه هي رامية الأسلحة بتاعتها، وكمان ليه رفع ايديها. هنبتدي في التانية بقى عشان تعرفوا بقى القصة. ورسمنا التصميم، وهنبتدي بقى نلون الجسم، وقعدنا بقى نلون في الجسم وهنضيف حبة تفاصيل بسيطة، وهوبا ايه الجمال ده يا جماعة، اكيد بانت القصة. وبكده خلصنا شنطة هنا، نبتدي بقى في الشنطة بتاعت الاخت التالتة، ونبتدي بقى نرسم التصميم عشان اوريكم بقى باقي القصة، ويلا بينا بقى نبتدي نخلصه. ابتدينا بقى نلون في الجسم وهنضيف حبة تفاصيل بسيطة، وهوب ايه الجمال ده، اكيد بقى كده عرفتوا القصة. تعالوا بقى نحطهم جنب بعض. هنا بتثبت كارما، وكارما متثبته من رضوى برضو، يعني جايين على كارما. ايه رايكم في الجمال ده؟ وطلب مننا من نفس الاوردر واحد برتوفيه.